وقفوا معايا إخواني هذا الواد في روحي ورزازات، روحي مدينة ورزازات، كم الهائل ديال الماء اللي فيه، يا حضارة، الناس تما تيقولو بأنه شحال هذا، روحي شوف هذا الكم الهائل ديال الماء. المنازل اللي تمر من جنب هذا الواد عادي غادي تكون تضررات، خاصة الأسس، الناس لا حول لها ولا قوة، الناس تتفرج تتسمع فقط، لا حول.